اهلا بكم مشاهدينا ومتابعين اليوم السابع في كل مكان. احنا النهارده امام نموذج شاب عبقري شهرته بحبح اللي قلب السوشيال ميديا والتيك توك. عمل عربيه ب 3000 جنيه وسرعتها 1180 كيلو وبيدخل بيها كمان مسابقات، وقررنا نجربها معاه وهيورينا دلوقتي بحبح العربيه. طبعا بحبح يعني مش عارفين نقول عليه دكتور وميكانيكي، اخترع لنا عربيه يعني بحاجات بسيطه. تعال بقى نتعرف مع بحبح، هيكلمنا على العربيه بقى. ماشي، ايه حكايه العربيه دي يا بحبح؟ العربيه دي يا باشا عربيه سباقات، والحمد لله يعني اختراعي. بعدين انا شايف العربيه متعلقه كلوكوز. الكلوكوز سر نجاحي، الناس كلها متابعاني بالكلوكوز وتيك توك وبتاع، كله متابعاني بالكلوكوز وبتاع، والناس كلها معلقه على الكلوكوز، عشان كده انا سايبه. انا سايب الكلوكوز. الكلوكوز حقيقي ده ولا ايه؟ ايوه كلوكوز حقيقي وبتاع مضاد حيوي وعلق فيه مضاد حيوي ومش عارف ايه وحاجات كتير قوي. طب قول لي بقى العربيه دي بقى ايه حكايتها؟ صنعتها ازاي؟ العربية ديت انا صنعتها ورحت جبت الحديد والكورونا والفرد والجنوط والشكمان والديفرانس والعلبة، كل ده انا اللي مصنعها عندي في الورشة. صحابك ومحبينك في المنطقة هنا بيقولك عليك دكتور. هنا الدكتور بحبح. جت منين يعني؟ عشان الكلوكوز، عشان الكلوكوز والاختراع، بس الكلوكوز بالاخص يعني، الكلوكوز بالاخص يعني الدكتور، حتى مسميني على تيك توك الدكتور بحبح. دكتور بتستهلك كام بقى قد ايه يعني؟ اللي زي ديت ممكن تقعد معاه اليوم، المحلول ده بيقعد معاه اليوم. وسلام بقى، ما عاوز انضف الكربرتيه، اتنين مضاد حيوي انضف الكربرتيه، اتنين مضاد حيوي والكلام خلصان خالص. وديفل بقى، وانا بتحدى اي حد، منصوره، اسكندريه، مصر، اي حته، انا بتحدى اي حد عامل عربيه زي ديت ونطلع سباق. اي حد عامل عربيه زي دي نطلع سباق على اللي هو عايزه. بحبح اختراعاتنا يا ريس، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، الحمد لله يعني فضل ونعمه من عند ربنا. ربنا راضي ان احنا نعمل حاجه زي دي، فرح الناس والناس كلها تحبها والحمد لله يعني، الحمد لله الحمد لله توصلنا مع حضرتك والعربيه زي قدام المشاهدين عمت تمام وكده. بقول لي بقى بحبح العربيه دي يعني انت بتعرف سرعتها ازاي؟ انت بتقول لي بتمشي 180 كيلو. 180 كيلو في الساعه، 180 كيلو في الساعه، معايا موتور 200 سي سي، 200 سي سي موتور، 200 سي سي مع كورونا الدفع، مع كورونا متوحده، مع كل حاجه، 200 سي سي في الساعه، 180 كيلو، وراح بقى اسكندريه ان شاء الله، وراح بقى اسكندريه. طب انت الايام اللي جايه انت طلع بيها اسكندريه؟
الايام الجايه بقى رشها بقى، في تجديد وفي تغيير وفي حاجات كتير، في بوهيه، في رش، وفي بوهيه، في فاميه، في تقفيل، في حاجات كتير. هتقفلها فاميه؟ هقفلها فاميه بقى، وارش العربيه والكلام من ده كله، كل ده هيتعمل، كل ده هيتعمل، فاميه وبتاع كل حاجه، نقفل عربيه فاميه ومش عارف ايه، ومركب لها شكمان ديفل الحمد لله. يعني الناس مساعديني على التيك توك، الناس مساعديني على التيك توك، مشجعني ان انا اعمل فيها كل حاجه، بيقولوا لي عاش وكمل، واللي يقول لي بتبيعها، واللي يقول لي انا عايز اعمل زيها، ما بخلش على حد في حاجه، بقول له ايوه تعالى طبعا، وبقول له الفكره، ما بقولوش حاجه، ما بخبيش عنه حاجه، مش متكبر مع الناس بتاع. وبعدين دي كانت طموحي يعني، ان انا اجيب عربيه تمام، وما كانش معايا ومعيش فلوس ان انا اجيب عربيه، فانا صنعت عربيه، اخترعت عربية ماشي بيها، والناس كلها بتحبها، الناس كلها مسمينها عزة، كل الناس مسمينها عزة، كله مسميها عزة على التيك توك، كل اخواتي وحبايبي اللي متابعيني، اخواتي وحبايبي اللي متابعيني على التيك توك. والحمد لله يعني الناس طالبيني في زفاف، وبروح لهم الزفاف في كل حتة. يعني النهاردة ورايا زفة في طنطا في محلة مرحوم عندنا، طالع بقى الزفة النهاردة تمام، واروح بقى الزفه، والناس جالي وكلمني من على التيك توك، قال لي اصلا انا عايزك تيجي زفتي ومش عارف، واروح له الزفه النهارده، واي حد بيعوز يتصور معاه بصوره بيها، واي حد بيعوز اي حاجه بخليه يعملوا بيها. يعني الحمد لله يعني بنزين زي العربيه ودبرياش وفرامل، بنزين وفرامل ودبرياش كل حاجه، وطرى باور، طرى باور يا باشا، طرى باور، طرى باور، الصلاه على النبي. ومارشاليه بقى، وكله معايا مارشاليه كمان. طب ايه رايك بقى ما تيجي تورينا بقى كده على الطريق كده، نشوف بقى حبايبك بقى و... تعال 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 معانا، تعال طبعا زي ما انتم شايفين كده مشاهدينا، يعني بحبح ليه محبين كتير، شاب مجتهد واخترع عربية بأقل إمكانيات ويتحدى أي حد، وهنشوف بقى على الطريق بقى سرعتها عاملة ايه وبيمشي ازاي. الناس كلها واقفة بتتفرج على، يعني بتشوفوا مبهرين بالاختراع يعني بتاعه.
بعبع جري وسبقنا. اقول لك يا بحبح يعني محبينك ومشاهدينك بيدعوا لك وبيدعوا لك. بس هي بتاخد منك قد ايه جلوكوز بقى؟
ايوه بحبح يا جن. شكرا مستمعين اليوم السابع، انتظرونا بقى في التفاصيل ان شاء الله.